مدينة، السلام عليكم. كنتم لاباس بخير؟ احوال مزيانه، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما شفتوا في اول الفيديو، غادي نقدم معكم فلافل يجيو ساهلين وكينفعكم في هذا الدخول المدرسي. غادي نحتاجو كما كتشوفوا، غادي نعمل البصله معاهم. الكميه على حسب الحمص اللي عندكم. الحمص كنعدلوه في الماء، كنخليوه ليله كامله صافي كما كتشوفوا، والكميه كتبقى على حسب كميه الحمص اللي عندكم. ثوما عملنا البصله، غادي نعدل واحد الكميه ضربه كما كتشوفوا. غادي نعمل معكم ثوما الابزار والكيمون والمليحة. صافي غادي نخلطو المقادير كاملة مع بعضياتها وغادي نطحنوهم وننتقلو للمرحلة الثانية ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفو كنمزجو المكونات كاملة مع بعضياتها باش منين كنطحنوهم يكونو متجانسين مع بعضهم. صافي كما كتشوفو الطريقة سهلة وعملية. هم بعد ما طحنا الحمص ديالنا كيفاش كيجي صافي. ثم كطحنوه في اي مولينيكس عندكم، اي اله. غادي نزيدو الخميره ديال الحلوى. صافي غادي نخلطو كلشي مع بعضياتو ومن بعد ننتقلو للتشكيل ديالو. كما كتشوفو صافي غادي نشكلوهم القياس اللي بغيتو نتوما. نتوما بغيتو طحنوه كتر من هيدا طحنوه، كيوقف عليكم هاد. صافي غادي نستمر على هاد الشكل هذا ونتقلو بطريقة الاحتفاظ بيهم. غادي نوريكم واحد الطريقه كنحتاجو فيها بلاستيكه والغلاقه، اي غلاقه الحجم اللي بغيتو نتوما. انا متعديد نسكافي. صافي ها هي كيجيو قد بعضياتهم، ما كيجيو قد بعضهم نفس القياس. صافي طريقه سهله، كتشبر واحد الكويره كتعدل وضغطوا عليها مزيان. صافي ها هي كيفاش كتجي. انتم ما كتشوفوا عملت الطبقه الاولى وعملت هادي، ودابا غادي نكمل الطبقه الثانيه وغادي نغطيهم وندخلهم للثلج نيبيرا باش يتلجوا معنا، ونعدلهم في الميكرويف للاحتفاظ بهم. ملي كنحتاجهم كنجبدهم وكنقليهم مباشره. صافي هذه هي الطريقه للاحتفاظ بهم. ها هما فلافل ديالنا من بعد ما تلجوا لنا كيفاش كيجيو كيتلجوا. صافي غادي ناخذ هاد
ملي كتبدلني بيكا صافي غادي نعدلوهم في لون. هاد الطريقه كتجي سهله وعمليه، ما كيتلصقوش وما كيتفتسوش معانا. صافي غادي نحتفظوا بهم على هاد الشكل هذا، وملي كنبغيوهم غير كنجبدوهم وكنعدلوهم في المقله كنقليوهم. صراحة إذا جربتوهم غترجعو مدمنين ليهم وللعيال ديالكم. هاد الطريقة هادي غادي يعجبهم ياكلو الحمص كيجي مزيون، وغتعدلوها لهم لكوتي مهم. غنستمر على هاد الشكل هدايا ونتلاقاو. هاهما الفلافل ديالنا كيفاش كيجيو، هاهما بعد ما قليناهم. انا عملت واحد الكميه كبيره احتفظت بها في النبيره، انا نفتح معكم واحده باش كتجي من داخل. صافي كنعدلوها في لاصوص اللي بغينا، وكتعدلوها فاش ما بغيتو تعدلو بهم بالخبز الفلافل، بالخبز الشاورما، اي خبز عربي مهم. اضافه على حسب الذوق ديالكم كتزيدوا لهم اللي بغيتوا. وكنتمنى ان الوصفه ديالي تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم، ومع وصفه اخرى ان شاء الله يا ربي.